وصلنا للفقرة بتاعت المرور. معانا عبر الهاتف نغيب شرطة خديجة. صباح الخير عليك. صباح الخير عليك يا نجوى. صباح الخير على كل مستخدمي الطريق وعلى كل رجال المرور المتواجدين في مختلف التقاطعات وفي مختلف النقاط عشان ما يسهلوا حركة السير والمرور لكل الناس المتوجهين لأعمالهم، متوجهين لجامعاتهم، لمختلف الوجهات. أهلا وسهلا بكم، وأنا سعيدة جدا إنه أعكس لكم حركة السير والمرور من خلال غرفة كاميرات الدفتر المرور وغرفة الثلاثة تبعات حركة السير والمرور. وأكثر عليكم في الفترة الصباحية، بنتمنى دائما إنها تكون معين لكم في إنكم تعرفوا الطريق الأسهل والطريق الأسرع، وتعرفوا مناطق الكثافة المرورية والازدحام المروري، مع إنه دائما نحن بنأكد على تواجد رجال المرور في مختلف المناطق داخل العاصمة عشان ما يسهلوا حركتكم ويسرعوا وصولكم لوجهاتكم المختلفة. حركة السير والمرور لهذا اليوم نبدأها معاكم من الكباري اللي بتربط ما بين مدينة أم درمان ومدينة الخرطوم، كوبري النيل الأبيض أو مدخل الأبيض. كالمعتاد في الفترة الصباحية بتكون فيه ثلاثة مسارات قادمة من أم درمان لمدينة الخرطوم، ومسار واحد فقط من الخرطوم لأم درمان. تماشيا مع الكثافة المرورية بتكون في الفترة الصباحية متوجهة إلى داخل الخرطوم. مدينة الخرطوم معروف إنه يعني هي بتستقبل دائما أعداد كبيرة من الأشخاص في الفترة الصباحية، فبالتالي تماشيا مع الكثافة المرورية القادمة لها بيكون في ثلاثة مسارات قادمة من أم درمان للخرطوم، ومسار واحد فقط من الخرطوم لأم درمان. الحركة فيه بتصير بصورة طبيعية جدا، انسياب لحركة المرور وما في أي كثافات مرورية مع تواجد رجال المرور. كذلك كوبري الفتحاب الرابط ما بين مدينة أم درمان ومدينة الخرطوم، الحركة فيه تنساب بصورة طبيعية الحمد لله. ننتقل للكباري اللي بتربط ما بين مدينة بحري ومدينة الخرطوم، نبدأها معاكم بالكوبري اللي بيربطنا ما بين مدينة بحري مباشرة مع وسط الخرطوم وشارع الجامعة، وهو كوبري الملك نمير. الحركة فيه تنساب بصورة طبيعية بين مساريه القادم إلى الخرطوم والمتوجه إلى مدينة بحري. من ثم حركة كوبري النيل الأزرق كذلك بيربط ما بين مدينة بحري ومدينة الخرطوم، الحركة فيه منسابة تماما مع تواجد رجال المرور. كوبري كوابر الحركة فيه منسابة كالمعتاد بمسارات المختلفة القادمة إلى الخرطوم والحركة المتوجهة إلى بحري. بالنسبة للشوارع الرئيسة، شارع النيل الحركة فيه منسابة انسياب طبيعي، ما في وجود لأي ازدحام أو كثافات مرورية مع تواجد رجال المرور. شارع أفريقيا أو شارع المطار الحركة فيه منسابة تماما مع تواجد رجال المرور في مختلف التقاطعات. نفق عفراء الحركة فيه كذلك طبيعية منسابة تماما. لفة سراج في أم درمان الحركة فيها كذلك طبيعية مع تواجد رجال المرور. الحمد لله حتى الآن ما في وجود لأي كثافات مرورية، ما في وجود لأي حوادث مرورية في الفترة الصباحية الحمد لله. نحن دائما بنقول يا جماعة أي حادث مروري أكيد 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 لازم تكون فيه وراه مخالفة مرورية. أي حادث مروري بيمر علينا وموجود في الريكورد بتاعتنا أو السجلات بتاعتنا وراه دائما مخالفة مرورية. أنت دائما لسلامتك ولسلامة الآخرين مستخدمي الطريق لازم تبتعد عن المخالفات المرورية، تلتزم بإرشادات وضوابط حركة المرور، تلتزم بإرشادات رجل المرور المتواجد عشان هو دائما يحافظ على سلامتك وسلامة الآخرين ويوجهك التوجيه الصحيح. بنقول دائما يا جماعة أبعدوا من المخالفات المرورية، بالذات قطع الإشارة الحمراء. قطع الإشارة الحمراء جريمة بيعاقب عليها القانون، جريمة عقوبتها السجن بالإضافة للغرامة، جريمة خطيرة جدا متسببة في عدد كبير جدا من الحوادث، ودائما نتائجها بتكون وخيمة، بتؤدي دائما للوفاة ولفقدان الأرواح. نحن دائما عايزين نحافظ على أرواحكم، نحافظ على سلامتكم، بنقول لكم إنه القيادة فن وذوق، خليك حريص على سلامتك وسلامة الآخرين. تحياتي.
شكرا جزيلا سعادة النقيب خديجة، دي كانت حركة السير والمرور من شوارع العاصمة الخرطوم، ومنياتنا بالسلامة للجميع ويوم موفق إن شاء الله للجميع.